في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن التأكد والتحقق من كافة الاستعدادات التي اتخذت للتعامل مع موسم الأمطار، اجتمع سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف مع فريق طوارئ الأمطار بقطاعي الأشغال والبلديات. وخلال الاجتماع وجه سعادة الوزير طاقم فريق الأمطار باتخاذ الإجراءات الاحترازية للتعامل مع توقعات هطول الأمطار خلال الفترة القادمة لضمان حماية شبكة الصرف الصحي وسلامة شبكة الطرق وانسيابية الحركة المرورية على الشوارع الرئيسية والجسور والأنفاق، والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار في المناطق الداخلية والأحياء السكنية، والتقليل من الأضرار الناجمة قدر الإمكان. كما وجه سعادته بضرورة تأمين مداخل المستشفيات ومدارس والأماكن العامة والمدارس والأماكن العامة والحيوية من تجمعات مياه الأمطار قبل بدء توجه المواطنين والمقيمين لمقاصدهم. وتفقدت الوزارة عددا من الشوارع للاطلاع على أعمال تنظيف فتحات وأنابيب تصريف مياه الأمطار في مختلف المناطق، كما تم التأكد من الوضع التشغيلي لمحطات ضخ المياه وعمل الإصلاحات اللازمة، إلى جانب صيانة محطات ضخ مياه الصرف الصحي الأكثر تضررا بسبب الاستخدام السيء بتصريف مياه الأمطار في شبكة الصرف الصحي. كما قام المعنيون في قطاع الطرق بإجراء تحسينات فورية كإنشاء حواجز ترابية في بعض المناطق لتجميع مياه الأمطار وصيانة الطرقات المتضررة خلال إعادة رصفها وردم الحفر.